قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معان وقيما غالية، أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات من خلال الوحدة والاصطفاف الوطني. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو: لا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ثورة 30 من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا والانتماء للوطن والولاء للأرض. وأضاف الرئيس في رسالة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم، أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالا لأرواحكم الطاهرة. وتوجه الرئيس بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينا بدولته ومؤسساته الوطنية، وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته، مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدي. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين. توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بتهنئته إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو. وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن ثورة 30 من يونيو ضرب فيها المصريون المثل والقدوة في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها الشعب الكريم. احتفل عدد من المصريين بالخارج في عدة دول حول العالم بالذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو، تلك الثورة التي خرج فيها المصريون ليتصدوا لمحاولات اختطاف الوطن. ونشرت وزارة الهجرة صورا من مظاهر احتفال المصريين بالخارج بذكرى الثورة على صفحتها، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مؤكدين على ما حققته القيادة السياسية من إنجازات غير مسبوقة في كل الملفات. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم إنتاج 300,000 جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك من إجمالي 2,250,000 جرعة مقرر إنتاجها في المرحلة الأولى. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يأتي على ضوء توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات مصر من اللقاح الخاص بكورونا. وتابعت وزارة الصحة والسكان: سيتم توفير خطي إنتاج، الأول بطاقة 300,000 في الشفت الواحد، والثاني بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين جرعة سنويا وترتفع تباعا لتصل إلى 1 مليار جرعة سنويا. وقالت إن مصر تؤهل المصنع مع خبراء من الهند والصين بغرض التصدير إلى إفريقيا والمنطقة. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم يرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار في القراءة حياة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 30 من يونيو وحتى 15 من يوليو 2021. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من غد الخميس زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات. وسيتم صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلي بتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو.